بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا ثبت أقدامنا في توحيدك وطاعتك وشكرك والخشية منك يا كريم يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أرض ننتقل إلى آية 132 من سورة آل عمران عليهم السلام. هنا مقتضبة قدام الآية اللي شفناها سابقا في نفس السورة في أولها، هنا مش قال مقتضبة، قال سألوا إلى مغفرة، لا قال وأطيعوا الله والرسول، وبعد قال لعلكم ترحمون. ما هو الأخرى قال ربي لا يحب الكافرين، هنا قال لعلكم ترحمون. شوف أنا غاب ذكر الكفر، وبعد قال لك كي تسعى سعي صحيح ترحم، وينكم انتم مع لعل ميبي، وينكم. شوف ربي كيف يحبك في الطريق المنجي من آليم عذابي وسرعة حسابي، ويحبك تنفذ إلى الرحمة فتفوز في دنياك وأخراك وما بينهما أثناء حياتك البرزخية. نسأل الله السلامة، آمين يا رب البشرية.